طب هسأل حضرتك في جزئية خاصة جدا، لأنه أنا يعني أعرف أصدقاء كتير جدا مسيحيين واتكلمت مع ناس كتير، وقتها كان في رغبة إن هم يمشوا ويسيبوا البلد. يعني لما الإخوان وصلوا فكانت في قناعة عند عدد كبير جدا من المسيحيين إنه لا، دي ما عادتش بلدنا وإحنا هنمشي. في محيطك الحكاية دي كانت موجودة؟ يعني سمعت هذا الكلام؟ كان في البعض طبعا، كان في البعض صراحة، لأنه قلقوا. قال طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا ما لناش وجود وخايفين الدنيا بتنتهي بنهايه كارثيه، فابتدوا يقلقوا يعني. حتى انا كنت بقعد اقول له مش للدرجه دي، لما انت تمشي ده يمشي، ولان حتى مش مسيحيين بس حضرتك، حتى في مسلمين بعرفهم. صحيح لدرجه في مسلمين كانوا يقولوا لي اوعوا تسيبوا مصر، اوعوا تسيبوا مصر. قلت لهم لا، هذه مصر بلدنا، ومهما يكون فيها ما لازم كلنا نقف جنب بعض لمصر. ففي طبعا ناس كانت متخوفه وقلقانه وخايفه على اولادها، خايفه على مستقبلها، في خسارات كبيره جدا ماديه في اشغالهم وغيره وغيره، او اتحرقت اماكنهم اللي بيعيشوا منها. فطبعا ايه، طب احنا نعيش ازاي هنا؟ لكن في طبعا كانوا واعيين، ويعني من الطرفين مسلمين ومسيحيين، لا احنا نعيش وايدينا في ايد بعض، نقدر بالفعل ننقذ مصر مره ثانيه. ايه الحدث اللي حصل وحضرتك قلت انه لا، هذا النظام يعني مش هيكمل؟ يعني في بروح التفاؤل يعني اللي كانت عند حضرتك، في ناس كتيره كانت خلاص مستسلمه ان هم قاعدين، وفي ناس كانت شايفه ان هم لا مش هيطولوا. حضرتك كنت من انهي فريق؟ انا كنت شايف انه مش هطوله، لانه لقيت في حاجات. طبعا الكذب ده كان باين قوي للشعب المصري. ده كان وانت راصد الكذب ده من زمان. وابتدى الاحساس، حتى من زملائي كان كتير يكلموا يقولوا بالفعل ابتدى، ولقوا الحرب بقى ضد كل حضرتك. يعني ضد الفن، ضد الثقافة، ضد التعليم، واللي كان بيحصل الحاجات في البرلمان، وبتطلع حاجات غريبة. يعني انت في برلمان بتمثل الشعب، بتقول حاجات غريبة يعني ضد العقل. عايز تعمل دساتير غريبة جديدة، مش ضد دين معين، لا ده ضد العقل نفسه، ضد المصريين كلهم. فابتدى الناس يعني توعى لكل دوت. طب يعني طب احنا ايه؟ فانا قلت ده مش هيكمل اكيد، لان في دي كانت اشارات بالنسبه لحضرتك. بالنسبه لي، والحمد لله انا عارف دايما يعني كان الانتماء المؤسسة الجيش والقضاء، ودايما وبالفعل والشرطه كان دايما مع المصريين.